توسعة نفطية تجنب العراق نحو 8 مليارات دولار سنويا كان يشتري بها البنزين وزيت الغاز لتوفيره للمواطنين. زيارة تمت بعد افتتاح وإعادة إعمار عدد من المصافي أبرزها في كربلاء والبصرة والمناطق الشمالية. الهدف من الخطة هو إيقاف استيراد هذه المنتجات، والحمد لله تمكنت من تشغيل مصفى كربلاء وتشغيل الوحدة الرابعة في مصافي الجنوب، ومؤخرا تم افتتاح مصافي الشمال. اللي هذه المصافي يعني الإضافة على طاقة المصافي بحدود 350 ألف برميل باليوم، هذه الكمية كافية لإيقاف لإنتاج المنتجات البيضاء وبالأخص زيت الغاز سوف يتوقف استيراده، والكيروسين يتوقف استيراده، والبنزين سوف ينخفض استيراده إلى الحد الأدنى. الزيادة التي تحققت بمنتوج البنزين وزيت الغاز لم توفر أموال الاستيراد فقط، بل كان لاستلام الطاقات الوطنية عددا من المشاريع النفطية وتطويرها من بعض الشركات الأجنبية المتلكئة والمنسحبة مردود إيجابي آخر في تقليل تكاليف الإنتاج. افتتاح أكبر المشاريع الاستراتيجية في حق المجنون من حقول الجهد الوطني التي يدار من خلال شركة نفط البصرة، إضافة إلى مشاريعنا الأخرى في حقل الرميلة. لدينا افتتاحيات أيضا لمجموعة مشاريع، ولدينا مشاريع أخرى في حقل غرب القرنة 1 وحقل غرب القرنة 2. بالتأكيد إذا أريد أحكي لك على حقل المجنون النفطي بعد استلامه بال 2017-2018 من قبل شركة نفط البصرة، تم تحقيق لتقليل الكلف بما لا يقل عن 65% من الكلف التشغيلية في الحقل. ومع التقدم الملحوظ في القطاع النفطي، يرى خبراء اقتصاديون أن توسع الصناعات النفطية يسهم في تشغيل العاطلين، وله مزايا بيئية ناجمة عن إعادة تدوير مخلفات النفط. له فوائد اجتماعية، فهي تحقق نسب توظيف مهمة. أما على المستوى البيئي واستخدام هذه التكنولوجيا FCC لإعادة تدوير المخلفات من النفط وإنتاج منتجات مثل الكيروسين والبنزين بجودة عالية مطابقة لمواصفات اليورو 5، لها فوائد بيئية مهمة. ومع التقدم الكبير الذي تحققه وزارة النفط في توفير عائدات تستند عليها الدولة في إدارة شؤونها بشكل رئيسي، يبقى التحرك باتجاه القطاعات الزراعية والصناعية أمرا أساسيا لتنويع موارد الدولة. خالد السلامة، لقناة الفلوجة، البصرة.